معروف عن الاسكندنافيين ان هم غزاة الشمال، اللي هم كانوا في فنلندا والسويد والنرويج والدنمارك والاريا او الجزء اللي في المنطقة دي، اللي هم كانوا غزاة الشمال. كل الناس عارفة تقريبا المعلومات دي، ولكن في ناس كتيرة بتجهل في فترة من الفترات فهي كانت في روسيا. كان الاسكندنافيين عاملين دولة كبيرة لمدة 400 سنة، كيفان روس أو كييف روس، اللي هي أساسا كلمة روس انحضرت منها كلمة روسيا أو اسم دولة روسيا، اللي هي أصلا كلمة اسكندنافية قديمة. معنى كلمة روس يعني معناها الرجال الذين يجدفون. الدولة دي كانت دولة كبيرة ضم من أوكرانيا وبيلاروسيا وأجزاء من روسيا. وبيظهر في المنطقة دي وفي الفترة دي أميرة ذات دهاء غير طبيعي. قصتها يا جماعة تدرس في مدى ذكاء ودهاء المرأة. السلام عليكم، معاكم اخوكم محمد عاصم، اهلا وسهلا بيكم في القناة، ودايما متشرف بحضراتكم وبشكركم جدا زي كل مرة. بقول لكم الف الف شكر فعلا على ان حضراتكم بتشرفوني بالقناة وبتنوروا القناة فعلا واحد واحد. ان كنت انا يا جماعة في بعض الاحيان مش قادر ارد على كل التعليقات، انا لو اطول بجد يعني مشكلة الموضوع ده بيسبب حساسية، محدش يزعل مني ارجوكم لو انا فعلا ما بردش على كل التعليقات، لاني والله ببقى يعني تحضير فيديوهات ومونتاج والعمل ده، الكلام ده كله يا جماعة بياخد وقت والله، فأنا بعتذر لكم جدا. وبمناسبة الكلام ده بقى كده، ما تنساش حضرتك تدوس على اللايك. النهاردة بنتكلم عن الفايكنج زي ما قلت لكم، وان هم كونوا دولة كبيرة في منطقة بيلاروسيا وأوكرانيا وأجزاء من روسيا. كيفان روس الاسكندنافي الكبير، اللي كيفان اصلا يقال ان هو اشتق من كيفان اصلا كييف اللي هي في اوكرانيا، لان كانت كييف هو كيفان روس هو اللي عمل العاصمه بعد كده من اولاده، ولكن كانوا هم الاساس. فضلت الدوله دي لمده 400 سنه لغايه ما جه بقى الاجتياح المغولي وقضى عليها في الفتره دي. ولكن على كل حال كيفان روس كان واخد منطقه كبيره. جيم لما بعده بقى كان في عندنا ثلاث أبناء، كان في روريك وسيلوس وبيلوزيرو، دولت أخوات. روريك هو اللي نقدر نقول اللي كان واخد جزء، وأخواته الاتنين كانوا واخدين أجزاء. أخواته الاتنين خلال سنتين ماتوا. ازاي بقى صدفة هو اللي قتلهم؟ ماش قضيتنا وما نعرفش بصراحة بالتفاصيل. طبعا كل القصة او كل الاحداث اللي بحكيها لحضراتكم مصادرها في شرح الفيديو. المهم روري طالب ان هو يضم الاجزاء بتاعة اخواته اليه، وضمها اليه واصبحت مملكة كبيرة في الوقت ده. كل الاحداث اللي بحكيها لكم دي ما بين القرن نص منتصف القرن التاسع والقرن العاشر الميلادي. مات روريك، جه من بعده اوليغ. اوليغ ده اللي هو بيسمى يعني في الديانه المسيحيه النبي اوليغ، يعني هو ليه يعني واخد قدوسيه. اوليغ بقى كانت العاصمه في المملكه كانت في نوفغورود. نوفغورود كانت العاصمه، جه اوليغ وقال لا تبقى هي العاصمة كييف. والكلام ده كان في سنة 880 ميلادية، وتم نقل العاصمة من نوفغورود إلى كييف، وأصبحت دي المملكة. جه من بعد أوليغ ابن روريك، كان اسمه أوريك، يعني عندنا روريك تمام وبعدها أوليغ وبعدها أوريك. أوريك بيسموه كمان إنجفار، وأوريك هو ابن روريك أصلا. إنجفار اللي كان من الفايكنج وبيحكم تحتيه المناطق اللي هي بتضم من أوكرانيا ومن بيلاروسيا ومن أجزاء من روسيا، كان فيهم زي إمارات كده هو كانت موجودة، كان اسمهم الديرفيليانيين. الديرفيليانيين دول أصلا أوكران الأصل، هم اصلا اوكران الاصل، والديرفيليانيين شايفين انجفار بياخد منهم ضرائب كتيره، فبعتوا لانجفار قالوا له تعالى عندنا. وكان زعيم او الامير او القائد بتاع الديرفيليانيين، كانت اماره كبيره برضو، كان اسمه مال. مال راح امر الجيش، راح محوط بانجفار وراحوا مربطينه من ايديه ومن رجليه، شدوا عليه الحبال جامد لغاية ان جسمه انشق نصين. أوليغا كانت تبقى مرات انجفار. أوليغا بقى يا جماعة ما تحصرتش بقى وانكسرت وبقت كده،
أولجا كانت مخلفة من إنجفار ولد صغير، وهو المفروض هو الوريث الشرعي أو هو الوريث للحكم، ولكنه ما بلغش سن الرشد، فأولجا هي اللي بدأت بتحكم. أولجا قررت إن هي تنتقم. مال اللي هو بتاع الديرفليانيين ضمع في أولجا وعايز يتجوزها، فبعت لها بيقول لها ان انا اتجوزك ويعني يبقى زيتنا في دقيقنا كده مع بعض، انا برضو امير الديرفليانيين وانتي من الفايكنج ويبقى نبقى مع بعض. راحت قالت له ماله، بس الجواز من الاميرة او من الملكة ما بيبقاش كده، المفروض الجواز تبعت لي نبلاء من عندك كبار هما اللي يجوا ويتفاوضوا في الزواج. وراح بعت مجموعة من النبلاء، بعت 20 من النبلاء. الكلام ده يا جماعة مسجل في التاريخ وحتى له مصادر في شرح الفيديو، مش بحكي لكم قصة كده من الخيال. بعت 20 من النبلاء، راحت مستقبلاهم وراحت واخداهم في خندق خلف المدينة ودفنتهم أحياء وقفلت عليهم. وراحت بعت لمال بتقول له أنا والنبلاء لقينا خلاص الكلام على الزواج، وحس إنك أنت مفوضهم فالكلام هو اللي هيمشي. قال لها ماشي. قالت له بس طبعا أنا لما حجيلك مش هينفع إن أنا أجيلك في موكب بسيط، لازم يبقى موكب ملكي يليق بيا كملكة فايكنج وملكة على كل المملكة اللي موجودة، لازم تبعت لي أحسن القادة وأحسن الناس والأشداء اللي عندك هما اللي يجوا ويعملوا الموكب ده. راح بعت لها خير رجاله من القادة وراحت مستقبلاهم، قالت لهم انتوا تعبانين من السفر، انا عندي الحمام الملكي بتاعي كبير، اتفضلوا ادخلوا استحموا فيه، وبخار ومعرفش ايه ونساء وجواري تمام. وراحوا مداخلين وراحت قفل عليهم الحمام وراحت مولعة فيه وبقت واقفة بهدوء وهي عمالة بتستمع الى صراخهم وهم بيحاولوا ان هم يستعطفوها ان هم يخرجوا، وبتسمعهم هم بيتحرقوا جوه. وأولجا قررت انها تنتقم اكتر واكتر، بعتت لمال وقالت له خلاص فاضل حاجة واحدة بس عندنا في اعرافنا وفي تقاليدنا، لازم طالما انا ارملة ملكية لازم بيتعامل مأدبة على روح زوجي اللي فات، فلازم انك انت تحضرها. مال فرح خلاص هيروح ويتجوزها، وقالت له انا في انتظارك. وأولجا بقى كانت يا جماعة ايه، كانت حلوة وكانت واكلة دماغه زي القمر. أولجا يعني انتم منتظرين ايه، واحدة اسمها أولجا اكيد هتبقى حلوة، هو في أولجا اصلا مش حلوة. فراح واخد مجموعة معاه وراح رايح هناك، استقبلتهم بحفاوة كبيرة وقالت لهم دي النبلاء والقادة بتوعكم جايين دلوقتي، وراحت معاداهم والخمور والنبيذ والخمر والكؤوس، وفضلوا يشربوا وراحت دخل عليهم بالجنود وبقت بتقطع وبتقتل فيهم وقتلوا مال. راحت أولجا الموضوع ما اكتفاش بكده، لا أولجا راحت واخده الجيش وعايزة تروح على المدينة لأنهم كانوا مؤازرين لمال اللي هم الديرفليانيين والمدينة بتاعتهم والإمارة الكبيرة بتاعتهم وهم كانوا دايما بيصوروا عليها. راحت رايحة لهم، الديرفليانيين ما بقوش لاقيين القائد بتاعهم ولا نبلاء ولا قادة ولا أي حاجة، لقوا نفسهم كده بدون أي غطاء، فبقوا بيستعطفوها إن هي تسامحهم. قالت لهم خلاص أنا مسامحاكم، وعلشان أثبت لكم التسامح ده أنا هطلب منكم. طبعا كان هناك بقى ساعتها كان في الديرفليانيين بيربوا حمام، فيعني أي بيت بيبقى مربي حمام، الحمام بيطير وبينزل على بيولف على المكان بيطير يلف طول اليوم ويرجع على بيت صاحبه. فهي قالت لهم احنا هنطلق حمام وكل واحد من عندكم يجيب شرط 3 حمامات و3 عصافير ويدوهنا وحنطلقهم كرمز للسلام. قالوا لها يا سلام من عينينا الاثنين، احلى 3 حمامات. كل بيت بقى بيدولها 3 حمامات و3 من العصافير. خدوا الحمام وخدوا العصافير وكل حمامة وعصفورة بقوا بيربطوا ده الجيش بتاع أولجا في رجليها في رجل الطير في تيل كده ويقعوسوا من اوله كده مادة بتساعد على الاشتعال. وراحوا جايبين كل الطيور دي والعصافير ويولعوا النار ويرموا اهل المدينة الديرفليانيين فوجئوا ان السماء جاية عليهم، طبعا الطيور هتموت، الطيور مرعوبة. الديرفليانيين بقوا بيلاقوا السماء طيور كتيرة داخلة عليهم وشايلة نار فبقوا بيطلعوا بيجروا من المدينة بيهربوا. فوجئوا ان الجيش بتاع أولجا واقف مستنيهم، بقوا بيقبضوا عليهم وبياخدوهم عبيد، وتم بيعهم عبيد وانتقام كامل من أولجا اللي اصبح وسجل على مدار التاريخ يا جماعة كيف كان انتقامها. أولجا بعد كده سافرت القسطنطينية
وقابلت الإمبراطور واعتنقت الديانة المسيحية وسمت نفسها هيلينا تيمنا باسم زوجة الإمبراطور في القسطنطينية، ورجعت بعد كده على بلادها وبشرت بالدين المسيحي في أوروبا الشرقية والمنطقة بتاعتها بقى في بيلاروسيا وكييف، إلى بعد كده بقى امتدت لغاية ما دخل الاجتياح المغولي. وبعد 500 سنة هي تعتبر مسمينها القديسة هيلينا، في هيلينا تانية على فكرة بس أنا بتكلم على دي تحديدا نسبة إليها، بعد 500 سنة وحتى في كنيسة كبيرة باسمها يمونا بها لأنها هي كانت ساهمت في دخول الدين المسيحي في الفترة دي. كلام اللي أنا أحداث اللي أنا بحكيها لكم دي كانت ما بين القرن التاسع والقرن العاشر الميلادي، القصة اللي بتبقى في التاريخ وهتلاقوا مصادر مرة تانية في شرح الفيديو، قصة تحس إنها أقرب إلى الخيال ولكنها قصة واقعية بيبين مدى ذكاء وحنكة المرأة. أتمنى المعلومات دي يا رب تكون نالت إعجاب حضراتكم، وشكرا جدا جدا على مشاهدة حضراتكم للفيديو. مش هنوصيكم بقى يا جماعة باللايك، ولو حضرتك أول مرة تشرف بالقناة تشرف وتنور بالاشتراك في القناة. أشوفكم على خير، السلام عليكم.